مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحافة حول العالم، نأخذكم فيها في جولة لأهم ما تناولته الصحف لهذا اليوم. نبدأ جولتنا لهذا اليوم مع صحيفة العرب الجديد التي عنونت التالي: جنوح سفينة قناة السويس، تكدس البواخر وارتفاع أسعار النفط. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: أثار إغلاق قناة السويس بسبب حادث جنوح ناقلة حاويات عملاقة ردود أفعال واسعة محليا وعالميا، إذ انتقد مراقبون صمت هيئة قناة السويس لمدة 24 ساعة قبل أن تعلق على الحادث، في حين نشرت وكالة أنباء والعديد من المواقع تفاصيل الحادث. كما أكد مراقبون أن الحادث كشف عن ضعف التجهيزات في مواجهة مثل هذه الحوادث. وعلى الجانب الآخر، تكدست البواخر في القناة وارتبكت حركة المرور، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتشير الصحيفة إلى تعطل حركة الملاحة البحرية في قناة السويس بعد جنوح ناقلة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التابعة للخط الملاحي إيفر جرين، وعلى متنها حاويات محملة بأكثر من 220 ألف طن من البضائع، وهو ما تسبب في إعاقة حركة المرور لباقي السفن العابرة. وصعد سعر نفط برنت بنحو 3% إلى أكثر من 62 دولارا للبرميل بعد أن جنحت السفينة في قناة السويس، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات، رغم أن المخاوف من بطء تعافي الطلب بسبب الإغلاق الأوروبي أدت إلى تقليل المكاسب. نبقى مشاهدينا الكرام مع صحيفة العرب الجديد، ولننتقل إلى ملف آخر تحت هذا العنوان: الحراك الليبي، زحمة زيارات للمنفي والقاهرة تسعى لجمع الدبيبة وحفتر. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: بالتوازي مع خطواتها الثابتة داخليا لتسلم مهامها رسميا، تعمل السلطة الجديدة في ليبيا المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي في 5 فبراير شباط الماضي على الاستفادة في هذا البلد من الزخم الدولي تجاه الحل والترحيب الدولي الجامع بها، لنسج خيوط التواصل مع عدد من عواصم القرار المعنية والمنخرطة بشأن الليبي لحلحلة عدد من الملفات الشائكة ودعم أجندتها التي يجب أن تفضي إلى انتخابات عامة مرتقبة في 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل. وفي هذا الإطار يقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بزيارة إلى القاهرة التي وصل إليها بعد زيارة إلى فرنسا، هي الأولى له إلى الخارج، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون. وفيما يعتزم المنفي أيضا زيارة تركيا وروسيا قريبا. بدت الدول المعنية بالشأن الليبي بدورها في سباق لتمتين التواصل مع السلطة الليبية الجديدة، وذلك بعد دعمها لمدة طويلة أحد أفرقاء الحرب في هذا البلد حسب الصحيفة. نبقى مع ليبيا وعنوان آخر من صحيفة الشرق الأوسط: غوتيريش يجدد الدعوة لرحيل المرتزقة الأجانب من البلاد، وكوبيتش يطالب بخطوات لنشر آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الذي سلمه إلى مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها وسط ليبيا. وعبر في تقريره عن أسفه لأنه لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبية أو أنشطتها في وسط ليبيا. وقال غوتيريش: أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة والوطنية والإقليمية والدولية لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل ومن دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة. وتنقل الصحيفة عن يانكوبيتش المبعوث الأممي إلى ليبيا أيضا قوله: إن المقاتلين الأجانب لا يزالون في البلاد، مؤكدا أن انسحابهم من ليبيا سيقطع شوطا طويلا في إعادة تشكيل الوحدة والسيادة الوطنية وتضميد الجراح العميقة التي سببتها سنوات عديدة من الفتنة الداخلية والنزاع النشط والتدخل الأجنبي. من ليبيا نتحول مشاهدينا الكرام إلى تونس، والعنوان التالي من موقع عربي 21: المصادقة على تنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية. وفي التفاصيل تقول عربي 21 نقلا عن مراسلها في تونس: إن مجلس نواب الشعب التونسي صادق على تنقيحات أساسية تتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية 101
وأحد عشر نائبا، مشيرة إلى عقد جلسة عامة في الثامن من الشهر المقبل لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وينص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بالخصوص على أنه في حال لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة أي 145 صوتا بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية. وفي حال لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الصحفي المختص بالشأن البرلماني الأستاذ محمد علي شتيوي. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا كريم، وشكرا لك على هذه الاستضافة. إذن المجلس نواب الشعب التونسي يصادق على تنقيح المحكمة الدستورية، لو تعطينا أكثر تفاصيل بشأن هذا القرار الذي صادق عليه البرلمان التونسي بالأمس. وأخيرا كريم، ربما بعد عشر سنوات صارت هناك حلحلة لمشروع هذا القانون الذي بقي طيلة عشر سنوات من دورة نيابية إلى أخرى محل تجاذبات سياسية بين مختلف الكتل البرلمانية ومن مختلف الأحزاب السياسية لحساسية ولأهمية ولمركزية مشروع قانون ترقيب المحكمة الدستورية. إذن ب111 صوت وثمانية محتفظين ودون رفض تم تمرير مشروع قانون المحكمة، مشروع تنقيح عفوا القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية برمته في ساعة متأخرة من صباح يوم أمس في حدود الساعة الواحدة بتوقيت واحدة بتوقيت تونس. هذا التنقيح كريم ربما مفصلي في مشروع هذا القانون، بما أنه يشكل خطوة إيجابية وهامة في اتجاه تركيز المحكمة الدستورية، وربما حسب مراقبين المتغيرات السياسية على الساحة الوطنية وتعنت رئيس الجمهورية في ختم بعض الأحكام ورفضه التواصل مع السلطة التنفيذية الممثلة في رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، ربما حسب مراقبين هذا الذي دفع بالنواب إلى التعجيل في المصادقة على هذه التنقيحات في انتظار المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية برمته يوم 8 من نوفمبر القادم. ولعل أهم التنقيحات الواردة في مشروع هذا القانون، وأنت ذكرتها قبل قليل كريم في تعليق، فهو التقليص في الأغلبية باعتماد أغلبية معززة بثلاثة أخماس أي 131 صوت في حال عدم الحصول على الثلثين أي 145 صوت بعد ثلاث محاولات. وهذا التنقيح مهم ومهم جدا، لأن الحصول على 145 صوت لتمرير هذا المشروع صعب، وصعب جدا لأن هذا المشروع يخضع لتجاذبات سياسية كبيرة تحول دون تمريره ب 145 صوت، وقد جرب ذلك تقريبا في ثلاث دورات نيابية مختلفة. كذلك هناك تبني لمقترح الكتلة الديمقراطية ضمن مشروع القانون، وذلك بحذف كلمة تباعا. وهذا نعم، برأيك أستاذ محمد علي، الجلسة القادمة في الثامن من مارس هل يمكن أن نرى محكمة دستورية في تونس؟ من المرجح كريم أن نرى بحول الله محكمة، أو عفوا الثامن من أفريل يعني الشهر القادم. أي نعم، الثامن من أفريل من المرجح كريم أن نرى تركيز لهذه المحكمة الدستورية حسب التوافقات الداخلية بين مختلف الكتل النيابية، ولأن الظرف السياسي كما قلت لك كريم يفرض تركيز هذه المحكمة الدستورية لكي لا يحتكر رئيس الجمهورية تأويل الدستور كما يحلو له، وهو ما تسبب فيما نعيشه اليوم من أزمة سياسية خانقة. ربما هذا الظرف السياسي الحساس هو الذي سيدفع يوم 8 أبريل القادم. هل هناك أصداء عن ردود أفعال من الرئاسة ومن الأحزاب التونسية ومن مكونات الساحة السياسية التونسية عموما على هذه المصادقة التي تمت بالأمس؟ باستثناء الحزام السياسي الداعم للحكومة كريم الذي استبشر بتركيز بالمصادقة على هذه التنقيحات التي ستمكن من تركيز المحكمة الدستورية، هناك
تعليقات لسياسيين ربما يدفعون رئيس الجمهورية إلى عدم ختم هذه التنقيحات لاعتبارات سياسية بالأساس تتمثل رأسا في دعم الحزام السياسي لحكومة المشيشي، وبالتالي التنقيحات هذه لن تكون في صالح المشهد السياسي العام ولن تكون في صالح رئيس الجمهورية. بالتالي هناك من يدفع رئيس الجمهورية إلى عدم ختم هذه التنقيحات، وهو ربما سيزيد من تعميق الأزمة السياسية في انتظار الأيام القادمة. سنعرف كريم إن كان رئيس الجمهورية سيختم هذه التنقيحات لكي يتمكن البرلمان يوم 8 أفريل القادم من المصادقة على تركيز هذه المحكمة الدستورية كما قلت لك، لأنها تخضع إلى تجاذبات سياسية عميقة. ورئيس الجمهورية دخل على الخط وقد كريم وقد قلت لك وقد لا يختم هذه في حالة عدم يعني مصادقته على هذه التنقيحات، ما هو السيناريو؟ ونحن لا نستغرب ذلك في ظل عدم يعني رغبته في تمكين الوزراء من أداء اليمين الدستورية. ما هي السيناريوهات المرتقبة في هذه الحالة؟ بالضبط كريم، قد ندخل في سيناريوهات في نفق مظلم، وسيناريوهات ربما قد تزيد من تعميق الأزمة السياسية في صورة عدم ختم رئيس الجمهورية لهذه التنقيحات المحكمة الدستورية. ونعرف أن رئيس الجمهورية لها الحق في تعيين 4 قضاة من رئاسة الجمهورية في هذه المحكمة الدستورية فيها تقريبا 12 عضو، البرلمان 4 أعضاء ورئاسة الجمهورية 4 أعضاء. ربما هناك تخوف كريم حقيقة من الحزام السياسي أن لا يختم رئيس الجمهورية هذه الأحكام، وهو ما قد لا يمكن البرلمان من التصويت على مشروع القانون الأساسي، مشروع تركيز المحكمة الدستورية يوم 8 من أفريل. قلت لك ننتظر كريم ما ستصفي. نعم، في موضوع آخر أستاذ محمد علي، هل هدأت الأجواء في مجلس نواب الشعب التونسي بعد تلك الفوضى التي شاهدناها خلال الجلسات العامة وقرار منع النائبة عبير موسي من المشاركة في اجتماعات مكتب المجلس، وأيضا من يعني تمكينها من الكلمة ل3 دورات متتالية في الجلسة العامة؟ هل هدأت الأجواء أم هي ربما تتصاعد أكثر؟ هدأت نسبيا ربما كريم. نعرف أن كل الدستوري الحرمة فكت وعطل طير الجلسات العامة تحت تعليلات مختلفة، وقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بمنع من التدخل ل3 جلسات متتالية، وهو ما أثار حفيظة رئيس قطعة الحزب الدستوري الحر التي أتت يوم أمس بعدل تنفيذ إلى البرلمان احتجاجا على هذا القرار الذي تعتبره قرار لا دستوري. وكذلك تم منعها من إدخال ديكتافون ذلك البوق الذي تشوش به على البرلمان. الجلسة معناتها في اليومين الفارتين هناك هدوء نسبي، وقد لا يستمر هذا الهدوء في ظل تمسك عبير موسي في مواصلة أجنداتها وتعطيل الجلسة العامة النيابية. وشهدنا يوم أمس مشادة بين منجر رحوي نائب عن الوطنيين الديمقراطيين الواحد ونور الدين البحيري حول المحكمة الدستورية، وقد تم رفع الجلسة المسائية إذا بسبب هذه المشادة الكلامية والترشق التهم بين النائبين. إذن التوتر اعتدناه كريم في مجلس نواب الشعب في انتظار ربما أن تهدأ الأمور وتتم تسوية الخلافات السياسية لتمرير بقية مشاريع القوانين التي تنتظر في الرفوف. نعم كريم. نعم أنا أسمعك أستاذ محمد علي. إذن ابقى معنا، سنذهب إلى هذا الخبر من صحيفة القدس العربي التي عنونت التالي: سياسيون انتقادات لاذعة واسعة لفرنسا بعد رفضها قرارا أمميا يقضي بعودة الأموال المنهوبة زمن بن علي. وفي التفاصيل تقول القدس العربي: وجه سياسيون تونسيون انتقادات لاذعة للدول الأوروبية عموما وفرنسا على وجه الخصوص بعد رفضها قرارا أمميا يقضي بإعادة الأموال التي نهبها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد بأغلبية أعضائه
مشروع قرار أعدته تونس بالشراكة مع ليبيا ومصر وتبنته الدول الإفريقية، ويتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة في بلدانها الأصلية. وحظي مشروع القانون الذي يحمل عنوان الآثار السلبية لعدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان بثقة ثلثي أعضاء المجلس، أي 31 صوتا، حيث سندته الدول العربية والإسلامية وعدد من دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وعارضته دول الاتحاد الأوروبي. أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ محمد علي، كيف رصدت ردود الأفعال بعد تصويت فرنسا وعدد من الدول الأوروبية ضد قرار سيسمح لتونس باسترجاع أموالها المنهوبة زمن حكم بن علي؟ إذن كريم، فعلا كانت هناك انتقادات واسعة لفرنسا وللدول الأوروبية التي لم تصوت على هذا القرار الأممي الذي يقضي باسترجاع الأموال المنهوبة التي نهبها النظام السابق، انتقادات مبنية ربما على اعتقادات سابقة بأن فرنسا كعادتها دولة الاستعمارية لن تصوت على مشروع هذا القانون لاعتبارات استعمارية أولا، ثم لاعتبارات اقتصادية على اعتبار أن جزء هام من الودائع هي موجودة في البنوك الأوروبية وتخدم اقتصاديات الدول الأوروبية التي تعيش أزمة اقتصادية على خلفية جائحة كورونا. إذن انتقادات واسعة من السياسيين التونسيين الذين اعتبروا أن فرنسا لم تغير من خياراتها ومن توجهاتها، وهي فرنسا هذه كانت ضد الثورة التونسية، وتذكروا في أبان الثورة التونسية قد ساندت الرئيس بن علي إلى آخر لحظة. إذا لم تغير فرنسا من سياساتها الاستعمارية ومن رفضها لهذا التحول الديمقراطي في تونس، وأن تدعي ظاهرا أنها تدعم الديمقراطية في تونس، كذلك هي الدول الاستعمارية دائما تستبطن هذا العداء للدول التي كانت تحتلها وتستعمرها وتريد فرض سياسة الأمر الواقع على هذه الدول وعدم وعدم تركها ربما تأخذ حظها من النمو. أهمية هذا القرار سريعا أستاذ محمد علي لو سمحت، يعني كيف سيمكن هذا القرار تونس من استرجاع أموال طائلة هربها النظام السابق نظام المخلوع بن علي إلى الخارج؟ طبيعي كريم، هو مع قرار مهم ومهم جدا بالنظر إلى ما تعيشه تونس من صعوبات اقتصادية، لأنه سيدعم الموارد المالية للدولة التونسية التي تعيش صعوبات اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا نتيجة جائحة كورونا ولما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة. إذن قرار هو مهم ومهم جدا تنتظره ربما الدولة أو الحكومة التونسية لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعيش أزمات متتالية. شكرا. والدولة مرتهنة للبنوك العالمية، لذلك هي تنتظر استرجاع هذه الأموال المنهوبة لإنعاش الاقتصاد الوطني ولسداد ربما جزء من ديونها الخارجية. نعم، الصحفي التونسي الأستاذ محمد علي شتوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا من العاصمة تونس. نذهب الآن إلى فلسطين مشاهدين الكرام وأجواء التحذيرات للانتخابات المرتقبة بعنوان من القدس العربي: حماس تكشف عن آلية المشاركة في الانتخابات التشريعية خلال يومين وتنفي صحة أسماء مرشحيها على مواقع التواصل. وفي التفاصيل تقول الصحيفة، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع إنه خلال أقل من يومين ستعلن الحركة عن آلية المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة، مشيرا أن حماس تواصل مشاوراتها الداخلية لاعتماد قائماتها واختيار الكفاءات العلمية والوطنية. وأضاف القنوع أن خيار القائمة المشتركة ما زال حاضرا على الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة أيضا وأعدت لها قوائم مختلفة، سواء قررت حماس المشاركة بشكل منفرد أو ضمن القائمة المشتركة، مشددا على جاهزية الحركة لهذه الانتخابات. وأضاف القنوع أن الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها لمرشحي قائمة الحركة لا أساس لها من الصحة.
من فلسطين مشاهدينا الكرام إلى العراق وعنوان صحيفة الشرق القطرية: قطر تؤكد وقوفها مع العراق لتحقيق الاستقرار والازدهار. وفي التفاصيل تقول الشرق: اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للتأكيد على وقوف دولة قطر إلى جانب جمهورية العراق لتحقيق الاستقرار والازدهار. كما رحب الوزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بدعوة رئيس الوزراء العراقي إجراء حوار وطني بين جميع القوى السياسية العراقية. وحسب الشرق: دائما نقل وزير الخارجية رسالة من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس العراقي برهم صالح تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. ننهي مشاهدينا الكرام جولتنا لهذا اليوم مع خبر من صحيفة الشروق الجزائرية: ماكرون يد نحو الجزائر وأخرى ممدودة لعملاء فرنسا. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: كشف الوزير الأول الفرنسي جون كيستاكس أن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون سيشرف شخصيا على احتفالات يوم الحركة في سبتمبر المقبل، وهم العملاء الذين تعاونوا مع المحتل الفرنسي في الجزائر. وتضيف الشروق أن ماكرون في سبتمبر المقبل خصص لهم صندوقا بأربعين مليون أورو، كما سيترأس أيضا الاحتفالات المخلدة لذكرى مظاهرات الجزائريين في 17 من أكتوبر 1961 بباريس، ما اعتبرته مد يد نحو العملاء الذين تعاونوا مع الاستعمار وأخرى نحو الجزائر التي تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع فقرة الكاريكاتير لهذا اليوم. وبهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة من صحافة حول العالم. في أمان الله.